واكتر كومنت في تحدي هيجيب لايكات هو ده التحدي اللي انا هعمله في اليوم اللي بعده. حلو، ولو انا ما عملتوش رويال باس. الله 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 الله، انا قلت امبارح اكتر كومنت فيه تحدي هيجيب لايكات هو اللي هعمله في تاني يوم، بس بشرط ان الكومنت يبقى بالعقل. قبل ما تبدا الفيديو كده عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وتجهز للعظمه. شوف المعلم اللي اتحداني اجيب 25 كيل دو سكواد في ليفك عملت ايه انا في ليفك. ما تنساش تسيب اللايك بتاعك او نشوف الفيديو، ويلا بينا ابطال مع العظمه بتاعه النهارده. الفيديو نار. ده ليه ده؟ ده ليه ده؟ يلا يا جدعان عشان انا هتغاشم على اللي هقابله الجيم ده. بيتحدوني في اليوتيوب يقول لي 25 كيل في ليفك. مفيش سلاح. يلا. يلا جي جي. هو الصفر انمي. ايه؟ استنى 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 استنى. بنزل في اول جيم مش عارف هيلاقي ايه. يلا. يا ولد يا الهارد سكوب. بيتخانقوا هنا؟ ربعك فين؟ ربعك فين؟ بسرعة، صاحبك فين يا؟ حبيبي يا غالي، زوت ورا عندي، ماشي. طب امشي، طب الناحية التانية، ابعد عن الناحية اللي انا فيها. انت بدأوا خلاص. يا دي ابعد يا. يا عم. في البوت ده. حتى البوت ده عندي ده ومشي. البوت في البيت اللي جنب ده بس مش عارف. استنى. في صوت جنبي هنا تاني. مشكلة مفيش هيلميت. يا اسطى مسرد على السلم، عمال تعمل درون وتقوم انت. انا سامعك يا اسطى. وانت فلاك يا اسطى. يا اسطى عامل ايه يا اسطى؟ يا راجل والله الحمد لله. يلا لسه مش مسرد على السلم كده كده في الدور الاخير. يلا سندال. ها ماشي يلا. واقف لك في نص الاوضه. يلا يا اسطى ضربت من بره يا اسطى بالكار. يا اسطى الواد بتاع الكار بيضربني. تعالى تعالى. طيب صاحبك فين؟ مش انا جالحق كله بالكار اهو يا ابن المازة. يا عم على ابو حظ يا عم، جاي فايت يا اسطى. ضربت طلق الكرم في صاحبي ده اللي جايب العربيه. طب يا ابني معاك سكوب يا اسطى؟ لا يا دراجز لا معاك في الجيم والله يا اسطى حبيبي قسما بالله. انا بصور اصلا عندي تحدي 25 كيل. تعالى تعالى بقول لك عايز. انا عايز سكوب. ايوه هو السكوب الاربعه ده. انا والواد اللي على الجبل ده كار ده. الواد بس على فكره الواد الواد ورا. امشي ما تقعش تاني. شفتك. بايك يا صاحبي. هيك هيك هنا عندك. انا في بوت عندي وبليارات. يا داليا. يا داليا اصبري يا اصبري يا داليا. لا داليا لا بنت. يا لهوي لا ايه. عبد الله كده بنزل السوري عنده. واحد بعت له رساله بيقول له يا اسطى والله من الحب فيك كنت لازم اعمي السوق النهارده قلت لها تشتري اربع حزم جرجير. لسه هنا بقول لك ايه. هايل هايل وتعالى نفايت بقى تاني يا اسطى. ايه يا زميلي؟ خد الكلايه يا اسطى. لا يا عم لا لا اطلع 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 نفايت تاني اطلع نفايت.
ما تفكرش نفسك. انا ما تفكرش نفسك عادي، التحدي لسه موجود. احلى مسا عليك يا ها. اه في ناس عندي، في ناس عندي. استنى استنى، فاضل لك 4 كيلو على التحدي. ها والله العظيم. انت كام؟ انا معايا 8. احلف. انا فاضل لك 5. لا فاضل لك 5، فاضل 7 اجيبهم عادي. 7 كيلو فاضل 5 يا اسطى. استنى استنى، حبي باك من هنا. واحد شبح من هنا. بايك يا صاحبي بالله عليك. ده هيك يا اسطى. حد دماغك، حد دماغك. اه ده هك فعلا. بص 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 بص، ايه ده؟ هيد شوت. اه ابو شخ انت وهو. اه العيال دي هتحصل. انجز بس، انت لازم تجيب 5. بايك يا صاحبي، بايك يا اسطى بالله عليك، بايك. هيد شوت. واحد بيجري اوبن هناك. خد بادي بايك. يا لهوي يا اسطى. ندي مستقبل كتير. طب اطلع بقى، اطلع من عند الباب. انا معاك بس بفايت هاك، بفايت هاك يا ابن ال. اعمل له ايه؟ تعال اسطى، انا تعبت يا اسطى من الهاك ده يا اسطى. الواد عدى ورا السور صح؟ لو جبت الثلاثة دول خلاص. قدها يا اسطى. في ايه؟ تنوب اصلا. ايه ده؟ وريني هتروحوا لها ازاي؟ انت عشان تروح لازم تبش عليا يا صاحبي. ايه يا صاحبي؟ بقول لك يا اسطى، روح رف، روح رف بصاحبكم، روح رف بصاحبكم، روح رف بصاحبكم، روح رف، روح رف صاحبكو يا جدعان. انجزوا، انا عندي تحدي يا جدعان. انا مؤاخذة يا صاحبي، عندي تحدي بس ايه وانت هيك. ورب ورب ابو اللعبة. اخ كلها يا. يلا يا نوب، يلا يا نوب على اللوبي. شغل هاك ونوب، شغل هاك ونوب يا اسطى. انت مش نافع يا اسطى. ايش تمشت، ايش تمشت. سيح يلا، سيح يلا، سيح. قول لي ده لان انت ما عرفتش تجيب لها حقها يا اسطى. ولا ده ليه ده؟ دي احلى مسا عليك، احلى مسا عليك. ايش تبي تهنشيني يا منوبه، يا منوبه. كم كيل؟ 7. يا نهار اسود، انا 17. عصبوني، عصبوني. فاضل كده بقى ايه؟ فاضل 2. الله، الزون معايا، الزون بيكسبني التحدي. العيال فين؟ نيت. لا لا ادير اللابو. المفروض اخش العمارة دي اللي هي ميدل زون دي. في صوت عندي، في صوت عندي. آه. 27 كيل. احلف. اه عصبوني. تراوي 27 كيل في ليفك، 27 كيل في ليفك.
2800 2700 دامج و1100 دامج كامل 3800 دامج 27 كيل الرقم الجديد يا جدعان بتاع ليفك. محدش يقول لي تعالى عدلنا الرقم الكسب بتاعنا عشان احنا ايه حته تانية. دو سكوير just can't let you go.